بيبدأ فيلمنا بإمبراطور الهند مجتمع مع حشة القصر بتاعته بعد ما جيش الزاموريين قطع راس الرسول اللي بعته لهم، وبيكون متعصب جدا لأن دول مش أول مرة يعملوا كده، دول قتلوا رسل كتير قوي هو بعتها لهم قبل كده. فواحد من الحشية بتاعته بيطلب منه إن هم يجهزوا جيش ويخرجوا يحاربوا ملك الزاموريين، لكن واحد منهم اقترح إن هم يطلبوا من البرتغاليين إن هم يساعدوهم، لكن الإمبراطور طلب إن هو يستشير واحد اسمه فازل، وبنعرف إن فازل ده مسلم ومسؤول عن المسلمين اللي في الإمبراطورية، والإمبراطور دايما بيحب يستشيره في القرارات اللي بياخدها، لكن الحشية ضغطوا على الإمبراطور وخلوه يستعين بالجيش البرتغالي، وفعلا الإمبراطور سلم المينا للجيش البرتغالي، وسكان المدينة بينزعجوا جدا من اللي حصل وما بقوش عارفين يتاجروا بسبب الجيش البرتغالي، وبيكون مسيطر على المينا وحط عليهم قيود وطلب منهم إن هم يدفعوا جزية مقابل إن هم يستخدموا المينا في التجارة، وبيروحوا لفازل وبيحكوا له كل اللي حصل. بعدها فازل بيروح معسكر الإمبراطور، لكن قائد الجيش البرتغالي بيشوف فازل فبيسخر منه وبيوجه البندقية ناحيته، وبيكون واحد اسمه كونيالي مع ماركار، وبنعرف ان كونيالي ده مسلم هو كمان، فبيقف قدام فازل علشان يحميه، لكن قائد الجيش كان بيخوفهم وما ضربش عليهم نار. بعدها بيدخلوا يقابلوا الامبراطور، ففازل بيطلب من الامبراطور ان هو يحضر فرح كونيالي، فالامبراطور بيوافق ان هو يحضر الفرح. ففازل بدا يتكلم مع الامبراطور بخصوص الجيش البرتغالي اللي مسيطر على المينا، وقال له ان الجيش البرتغالي فرض ضرائب على المزارعين والمزارعين ما بقوش عارفين يزرعوا بسبب الضرائب اللي اتفرضت عليهم. فواحد من الحاشيه بتاعت الامبراطور قال لفازل ان البرتغاليين عرضوا عليك يشتروا كل الحبوب الزراعيه منك، لكن انت رفضت واصرت ان انت تبعتها للعرب، علشان كده هم فرضوا الضرايب عليك. والامبراطور قال له ان هو ما ينفعش يرجع في قراراته علشان البرتغاليين يساعدوهم ضد جيش الزاموريين. بعد كده فازل بيجتمع بالمزارعين اللي معاه وبيحاولوا يوصلوا الحل علشان الضرايب اللي مفروض عليهم، وكونيالي قاعد بيلعب مع الاطفال وواحد من الاطفال بيضربه بالطوبه فكانت هتيجي في طفله، فكونيالي بيضرب الطوبه وبيبعدها عن الطفله وبتيجي في واحد من المزارعين اللي قاعدين، ففازل بيتعصب عليه وبيزعق له علشان بيلعب مع الاطفال، فوالدته بتعتذر لماركار على اللي حصل، وبنروح لواحد من المزارعين بيخون فازل، وبيروح يقابل قائد الجيش البرتغالي وقال له ان المزارعين كلهم متحدين مع فازل، فبيتعصب وبيسيب المزارع وبيمشي. بعد كده ماركار بيعمل فرح لكونيالي وكل المسلمين بيكونوا فرحانين جدا بجوازه وبيحتفلوا بيه ويخرجوا يحتفلوا بيه في الصحراء وبيقعدوا يخيموا فيها. بعدها كونيالي بيقعد هو وزوجته في الغابه وبتكون واقفه على صخره، وفجاه بيضرب عليها نار وبتقع على الارض وبتموت، وبنعرف ان اللي قتلها هم الجنود البرتغاليين، وبداوا يهجموا على كل الموجودين في المخيمات وبيقتلوا فيهم، وكونيالي بيجري بيحاول يلحقهم لكن واحد بيشده وبيخبيه علشان محدش يشوفهم، وبيكون عمه ماركار، وكونيالي بيشوف المزارع اللي خانهم وجاب البرتغاليين علشان يقتلوهم، وبيمسكوا ام كونيالي وقائد جيش البرتغال بيدبحها، فكونيالي بيتعصب وبيكون عايز يجري يقتله، لكن عمه ماركار هداه ومنعه، والجنود البرتغاليين بيحرقوا الخيم وبيمشوا. بعدها كونيالي وعمه ماركار بيروحوا المخيمات بيلاقوا كل اللي فيها مقتولين، وكونيالي بيقعد يعيط على موت امه. بعدها المسلمين بياخدوا المسلمين اللي ماتوا وبيدفنوهم، والمزارع الخاين بيقول للناس ان ماركار وكونيالي احتفلوا على نهر الزواج وطلعوا السيوف وبرزوا بعض، والعيلتين اتخانقوا مع بعض وقتلوا بعض، لكن واحد من المسلمين قال لهم ان ماركار وكونيالي شفتهم وهما بيهربوا مع بعض، فازاي بقى انت بتقول ان هما كانوا بيقتلوا بعض؟ فبعدها بنروح لماركار وكونيالي وبيمشوا متنكرين في السوق، وبيلاقوا المزارع الخاين مسك مكانه وبيسمعوه وهو بيوقف التجاره مع العرب علشان يتاجر مع البرتغاليين، لكن ماركار وكونيالي بيلفوا حوالين رقبته خيط من غير ما يحس وبيدبحوه وبينتقموا منه ومن خيانته للمسلمين، والحراس بيجروا وراهم وبيطردوهم، وماركار لقى واحد ماشي بعربيه وهيدوس بيها الكلب، فجري بسرعه انقذ الكلب قبل ما العربيه ما تدوسه وبيهرب من الحراس. بعد كده كونيالي وماركار بيركبوا مركب صغير وبيهربوا من المدينه، لكن بتيجي عاصفه بتضرب المركب والموج بيكون عالي جدا، وهم بيحاولوا يبعدوا عن العاصفه لكن ماركار بيقع في البحر، وكونيالي بيحاول ينقذه وبيرمي له حبال علشان يشده، وبينجح ان هو يطلع عمه ماركار من الميه، وبيفضلوا ماسكين في المركب لكن الموجه بتغطيهم. بعد كده بيطلع النهار وكونيالي بيكون مغمى عليه، وبيفوق بيلاقي نفسه على الشاطئ وعمه ماركار بيكون مش معاه، بيكون مات. بعدها بيوصل المدينه اللي موجوده على البحر، وبيروح لمجموعه مسلمين بيوزعوا اكل على الفقراء اللي في المدينه، فبياخد اكل، وبنعرف ان هو راح لامبراطوريه الزاموريين وبيكون ده ملك الزاموريين. فكونيالي بيلاقي راجل عجوز واقف في الصف فبيروح له، وبيطلع ان هو عمه ماركاري وبيكون لسه عايش ما ماتش، وبيفرح جدا اول لما بيشوفه. بعدها ماركاري بيدي لكونيالي فلوس وبيطلب منه ان هو يتاجر بيها ويبداوا يعيشوا في المدينه. بعد كده كونيالي بيروح المدينه ومعاه الفلوس اللي كونيالي اداها له، فبيهجم عليه مجموعه بلطجيه وبياخدوا منه الفلوس وبيجروا، فكونيالي بيجري وراهم فبيدخلوا ورشه، وكونيالي بيدخل وراهم وبيخوفوا كونيالي وبيطلبوا منه انه يمشي، لكن كونيالي
عيالي ما خافش، وبياخد الفلوس وبيضرب اللي خد منه الفلوس وبيجري، لكن بعد كده بيرجع لهم وبياخد آلة من الورشة وبيديهم فلوس تمن الآلة علشان هيشتغل بيها. بعدها واحد من أولاد تانجو قائد جيش الزاموريين اسمه مانجشتان، وبيروح لكونيالي وبيديله الخنجر علشان يسنهوله، وبيطلع فلوس وبيرميها لكونيالي. فكونيالي اتعصب عليه وأمره يشيل الفلوس من على الترابيزة ويديها له في ايده، وقال له انا مش باخد منك صدقة علشان ترميلي الفلوس كده. فتانجو بيسمعه وبيروح له وبيعجب بشجاعة كونيالي، وبيخلي ابنه يديله الفلوس في ايده. بعد كده الناس المسؤولين عن الحبوب في المدينة مش بيرضوا يوزعوا على الناس الحبوب، فالناس بتزعق لهم وبيطالبوا بحقهم، وماركر بيهجم عليهم وبيضرب فيهم، فواحد من الحراس بيضربه بالعصاية على دماغه. بعد كده ماركري وكونيالي خلوا الحراس بينقلوا الحبوب بالليل، فهجموا عليهم وضربوا على الحراس سهام وبيهجموا عليهم وبيقتلوهم. فواحد من الحراس حاول يهرب، لكن ماركري لحقوا قبل ما يهرب ومسكوا الراجل المسؤول عن الحبوب قتلوه. وكان بيساعدهم ناس من المدينة وبياخدوا الحبوب يوزعوها على سكان المدينة الفقراء، وبيفضلوا يستمروا في العمليات بتاعتهم اللي بينفذوها ضد الحراس اللي بينقلوا الحبوب لقصر الامبراطور، وبياخدوا الحبوب وبيوزعوها على سكان المدينة الفقراء. وكونيالي بيسيب اسمه مع كل شوال بيسيبوا لسكان المدينة، والحراس اللي في المدينة بيعلقوا لوحة بيطالبوا فيها سكان المدينة ان هم يبلغوا عن كونيالي، لكن محدش بيعرف هو مين ده، وبيقف فوق تل عالي علشان محدش يشوفه، والناس كلها بتحبه على اللي هو بيعمله علشانهم. بعد كده اصبح مع كونيالي حراس كتير جدا بيساعدوه في مساعدة الفقراء اللي في المدينة، وبيكونوا قاعدين على البحر، وبيوصل لهم معلومات ان في سفينة برتغالية جاية ناحية الشاطئ، فبيتسلل هو ومجموعة من جنوده لمركب البرتغاليين، وبيضربوا الجندي اللي على البرج بالسهام، وبيهجموا على الجنود اللي على ظهر المركب وبيقتلوا فيهم، وبتكون في واحدة وابنها موجودين على المركب، وواحد من جنود كونيالي اسمه جعفر بيهجم عليهم وبيبرزوا، وجعفر بيحاول يقتل ابنها، والست بتحاول تدافع عن ابنها، فجعفر بيتعصب وهيقتلهم، لكن كونيالي اتدخل وبيزق جعفر فبيقع على خنجر وبيموت. وكونيالي بيتعصب وبيزعق لجنوده علشان قايل لهم ان هم ما يقربوش من الرهاين او المدنيين، وبيكون متضايق جدا ان جعفر مات، وبيحرقوا مركب الجنود البرتغاليين. بعد كده ماركاري بيهدي كونيالي وبيديله فلوس علشان يروح يديهم لزوجة جعفر اللي مات، وطلب منه ما يعرفهاش باللي حصل. بعد كده بنروح للامبراطور حاكم الزاموريين، وبيتفرج على ابنه مانجشتان وهو بيبارز واحد من الجنود، وبيقعدوا يتكلموا عن كونيالي وان هو غرق سفينه برتغاليه، وبيجتمع مع الوزراء بتوعه بيشوفوا خطه يخلصوا بيها من كونيالي، وبيكون مسبب لهم رعب وخوف. ومانجشتان بيقرر ان هو اللي هيدور على كونيالي وهيقتله بنفسه، وبنرجع لكونيالي وبيقرر يسيب الاسرى اللي معاه، ومن ضمنهم واحد اسمه تشيانلي، وواحد من جنود كونيالي بيروح علشان يديله اكل. فتشيانلي بيساله على امه اللي كانت معاه على المركب، فالجندي بيكون مش فاهم هو بيقول ايه، فتشيانلي بيضرب الجندي بمهاره عاليه وبيتحرك بسرعه كبيره جدا، فكونيالي وعجبه قوه تشيانلي وبيخلي الجنود يمسكوه، وبيروح لتشيانلي وبيقول له ان والدته في امان وبيديله ياكل، وبيخلي واحد من جنوده اسمه معين ياخد تشيانلي للمكان اللي فيه والدته، وبيكون مقعدها مع زبيده زوجة جعفر اللي مات، ومعين بيكون اخو جعفر، وبيسيب لزبيده الحاجات بتاعه تشيانلي ووالدته علشان يسيبوهم يمشوا، ومعين بيسيبهم وبيمشي. وتشيانلي شافه وهو ماشي فخد الصيف بتاعه وجري وراه، وبيفضل مراقبه لحد لما وصلوا لكونيالي، وبيخلي كونيالي قاعد بيصلي فبيهجم على كونيالي بالصيف، فكونيالي استغرب وبيرمي الصيف بيجي في معين، وبنعرف ان معين كان عايز يقتل كونيالي، وكده تشيانلي يكون انقذ كونيالي من الموت. وبيلاقي مع معين فلوس عليها ختم الامبراطور، فعرف ان معين خانه واتفق مع الامبراطور على قتله، فبيبعت جثه معين ورساله مع طفل للامبراطور، وبيقروا الرساله وقال لهم ان الخيانه والقتل من الظهر مش من شيم الرجال، وبيسخر من مانجتشان ان خطته فشلت ومعرفش يقتله، فالامبراطور بيتعصب على مانجتشان. بعد كده بنروح لبنت اسمها ارتشا وهي طالعه المعبد، فمانجتشان بيقابلها وبيعجب بيها لكن بتسخر منه، فبيوقع منها الحاجه اللي كانت في ايديها، فتشيانلي بيمسك الحاجه بتاعتها قبل ما تقع من فوق السور وبيديها لها وبيعجب بيها وهي كمان بتحبه. بعد كده بيجي قائد الجيش البرتغالي بيقابل الامبراطور وبيسلمه رساله من ملك البرتغال، وبيطلب منهم ان هم يتعاونوا مع بعض، لكن الامبراطور رفض، فبيبعت لهم رساله تهديد ان هو هيسيطر على الامبراطوريه بتاعتهم. فواحد من الوزراء بيقترح ان هم يتعاونوا مع كونيالي ويساعدهم ضد جيش البرتغال، وقال لهم ان كونيالي خبير في القتال وهيقدر يهزم البرتغاليين، فالامبراطور بيوافق بالرغم من ان حصل خلاف مع الوزراء وكانوا رافضين القرار. والامبراطور بيبعت جنوده يقروا الرساله في شوارع المدينه، وبيطلبوا من كونيالي ان هو يروح لقصر الامبراطور علشان يتفاوض معاه، وبيعلقوا الرساله في الشارع. وفي طفل من حبه في كونيالي بيكون قاعد مستني كونيالي يظهر علشان يشوفه وهو بياخد الرساله، لكن الطفل بينام غصب عنه، وبيصحى بيلاقي الرساله كونيالي خدها خلاص. بعدها كونيالي بياخد جنوده وبيظهر قدام كل الناس وبيروح القصر وبيقابل الامبراطور، والامبراطور بيفرح ان هو قابل كونيالي، وبيفضل يتكلم معاه ان هو معجب بقوته وشجاعته. وواحد من الوزراء بيشوف ماركالي مع كونيالي فبيفرح، وبنعرف ان ماركاري انقذه قبل
كده من الجنود البرتغاليين وبيشكره. فالإمبراطور بيكرم كونيالي وبيعلن إن هو قائد جيش البحرية وبيأمر مانجتشان إن هو يسلم سيفه لكونيالي. فمانجتشان بيرمي سيفه على الأرض لكونيالي، لكن كونيالي بيرفض يوطي يجيب السيف وبيخلي واحد من جنود مانجتشان يسلمه السيف في إيده. ومعظم الوزراء بيعترضوا على قرار الإمبراطور وبيحصل خلاف بين الوزراء. فالإمبراطور قال لهم إن هم لازم يتحدوا علشان يقدروا يهزموا الجيش البرتغالي، وكونيالي بيتكلم معاهم وقال لهم إن الجيش البرتغالي قوي ولازم يتحدوا مع بعض علشان يقدروا يهزموا البرتغاليين. بعد كده كونيالي بيكون قاعد على الشاطئ وبيلاقي إزازة مية عايمة على وش المية، فضحك وعرف إن هو هينتصر في الحرب. بعد كده الأسطول البرتغالي بيوصل لشواطئ الإمبراطورية، وكونيالي بيكون حاطط ليهم أزايز مية كتير في البحر، فقائد الجيش البرتغالي مفكرها قنابل وبيضرب عليها بالبندقية لكنها ما بتنفجرش. وبنعرف إن كونيالي معبيها مواد مشتعلة وحاطط براميل فيها مواد مشتعلة تحت المية. وأول لما بيقربوا بالسفن كونيالي بيولع في الأزايز والبراميل وبيولع في سفن البرتغاليين، فالبرتغاليين بيضربوا عليهم بالمدافع، لكن كونيالي بيوصل للسفن البرتغالية فبيخرم سفينة منهم وبيغرقها في البحر، وبيهجم على السفن بجنوده وبيقتل في الجنود البرتغاليين وبيوقع أبراج المراقبة، وبيفضلوا يقتلوا في الجنود البرتغاليين وبيبرزوا قائد الجيش البرتغالي وبيفضل يضرب فيهم. وتشيالي بيقتل في الجنود البرتغاليين بسرعة. وفي الوقت ده مانجتشان واقف على الشاطئ بجنوده وبيشوف كونيالي وهو بيقضي على الأسطول البرتغالي، وكونيالي بيمسك قائد الجيش البرتغالي وبيفتكر لما دبح أمه وهو بيتجوز، فدبح قائد الجيش وانتقم لموت والدته، وبينتصر على الأسطول البرتغالي كله وبيغرق كل السفن البرتغالية. بعد كده الإمبراطور بيحتفل بكونيالي بسبب الانتصار اللي حققه، وتشيالي بيشوف أرتشيا اللي قابلها في المعبد وبيكون معجب بيها، والإمبراطور بيقدم لكونيالي خنجر ذهب تكريما ليه، وبيدي لكونيالي القلعة القديمة علشان يقعد فيها هو والجنود بتوعه، فكونيالي بيوافق وبيتنقل هو وجنوده للقلعة القديمة وبيبنوها من جديد. وتشيالي بيروح لأرتشيا وبيعترف لها بحبه، وكونيالي بياخد زبيدة مرات جعفر اللي هو قتله للقلعة وبيقعدهم معاه، وبيراعي عبدول ابن جعفر وبيعامله كأنه ابنه. بعدها تشيالي بيتجوز أرتشيا في السر من غير ما حد يعرف. وبنروح لمانجتشان وبيطلب من والده إن هو يتجوز أرتشيا، فوالده بيوافق. بعد كده بنروح لكونيالي وبيكون نايم فبيشوف حد داخل الخيمة بتاعته وماسك خنجر، لكن بيصحى من النوم وبيسحب السيف بتاعه فبيختفي بسرعة قبل ما كونيالي يمسكه، وكونيالي بيخرج يدور عليه بس مش بيلاقيه. بعد كده كونيالي بيعرف إن مانجتشان هيتجوز أرتشيا، فبيروح لمانجتشان علشان يبارك له، لكن أرتشيا بتكون مش عايزة تتجوز مانجتشان علشان هي أصلا متجوزة تشيالي في السر. بعد كده بنروح لملك البرتغال وبيقابل اتنين من وزراء الإمبراطور وبيقرروا يساعدوه في دخول الإمبراطورية مقابل إن هم يحكموا. بعد كده كونيالي بيلاقي حراس بيدخلوا القلعة بتاعتهم ومعهم والد أرتشيا، وبيعرف كونيالي إن تشيالي خطف بنته أرتشيا، ومانجتشان بيهجم بجنوده فمركار اتعصب عليهم وهددهم اللي هيدخل القلعة دي هيقتله، وكونيالي قال له إن البيوت فيها نساء ما ينفعش يدخلوها، ووعدهم إن هو هيحقق في الموضوع ولو اتأكد إن تشيالي عمل كده هيقطع راسه وهيرجع أرتشيا. بعدها زبيدة قالت لكونيالي إن هي عارفة مكانهم وقالت له إن هما الاتنين متجوزين في السر، فكونيالي اتعصب جدا ومسك سيفه علشان يقتله، لكن أرتشيا وقفت قدامه وقالت له إن تشيالي مخطفنيش، هو اتجوزني برضايا فمرضيش يقتلهم. بعد كده مانجتشان بيروح للإمبراطور وعرفوه باللي حصل، وكونيالي بيرفض يسلمهم أرتشيا وتشيالي وقال لهم إن هما متجوزين. فالإمبراطور بيبعت ليه واحد برسالة علشان يجي يقابله. وفي الوقت ده زبيدة بتعتذر لكونيالي إن هي خبت عليه ومرضتش تقوله من الأول، لكن كونيالي سامحها، وتشيالي بيروح لكونيالي وبيعتذر له فبيسامحه هو كمان. بعد كده مانجتشان بيروح القلعة بتاع كونيالي وبيشد أرتشيا علشان ياخدها، فتشيالي بيهجم عليه وبيضربه، فمانجتشان بيطلع سيفه وبيبرزوا بعض، وتشيالي بيضرب مانجتشان وبيوقعه على الأرض، لكن قائد الجنود بيلحقه قبل ما يقتله وبيبرز تشيالي. وفي الوقت ده كونيالي بيكون بيصلي وما يعرفش اللي بيحصل في القلعة، وأول لما بيخلص صلاة بيخرج بسرعة وبيجري قبل ما قائد الجنود يقتل تشيالي، لكن للأسف بيكون خلاص قتل تشيالي وأرتشيا كمان قتلت نفسها، فبيصعبه على كونيالي جدا وبيمسك سيفه وبيهجم على قائد الجنود وبيبرزه، وكونيالي بيفضل يضرب فيه وبيقتله وبيمنع ان هو يسلم جثته للوزير والده ولا حتى الإمبراطور. بعد كده بالليل الوزير بيروح لحصن كونيالي بالليل وبيقابل كونيالي وبيطلب منه ياخد ابنه ويدفنه تكريما ليه، فكونيالي بيوافق. بعد كده الإمبراطور بيتضايق من اللي حصل وبيتعب جدا، والوزراء بيقرروا ان هم يخلصوا من كونيالي، لكن بيطلب منهم يجيبوا كونيالي ويتكلموا معاه ويوصلوا الحل. بعدها واحد من الوزراء بيروح لكونيالي برساله، لكن كاتب في الرساله دي ان هو يروح يقابل الإمبراطور مربوط ومسلم نفسه، فكونيالي اتعصب ورفض، وبكده الوزراء يكون وقعوا بين كونيالي والإمبراطور، وبيروحوا للإمبراطور وقالوا له ان كونيالي رفض يقابلك وقتل الرسل. فالوزراء الخونه اللي اتفقوا مع ملك البرتغال بيقترحوا ان هما يستخدموا الجيش البرتغالي في القضاء على كونيالي، وبتكون دي فرصتهم علشان يدخلوا الجيش البرتغالي، فبيوافق. وبنروح لمانجتشان
عشان، وبنعرف اصلا ان هو اللي غير خطاب الامبراطور اللي راح لكونيالي. بعدها الامبراطور بيعين مانجتشان قائد الجيش بتاعه، وقائد الجيش البرتغالي بيوصل للقصر، ومانجتشان هو اللي بيقابله وبيتفق معاه على دخول الجيش البرتغالي كله للامبراطوريه. بعدها ملك البرتغال بيوصل للامبراطوريه وبيتكلم مع الوزراء ان هو هيقضي على كونيالي، لكن واحد من الوزراء اسمه اشو تابع لمملكه كولاثيري بيرفض ان هم يقتلوا كونيالي عن طريق البرتغاليين، وبيطلب من مانجتشان ان هم يتفاوضوا مع كونيالي، لكن مانجتشان بيرفض وبيتعصب عليه. فاشو بيسيب الاجتماع وبيروح لكونيالي وبيقول له ان هو هينضم ليه بالجيش بتاعه، والملك بتاع كولاثيري مؤيد ليه. بعدها كونيالي بيجهز المزارعين اللي معاه وبيسلحهم وبيجهز الجيش بتاعه. بعدها بياخد زبيده وبيوريها مكان سري يخرجوا منه لو انهزموا، وبيكون واثق فيها. بعد كده الجيش البرتغالي بيتحرك لقلعه كونيالي وبيطلبوا منه يستسلم، لكن طبعا رفض. بعدها بتبدا المعركه، وكونيالي بيرمي على الجنود كتل حديد فيها رماح بيقتل بيها الجنود، وبيقتلوا الجنود اللي بتوصل عند القلعه. فمانجتشان حرك مجموعه تانية من الجنود، فكونيالي رمى عليهم مواد ملتهبه وولع فيهم ورماهم بالسهام وقتل المجموعه التانية من الجنود. فالجيش البرتغالي بيضرب بالمدافع على القلعه، فكونيالي بيدخل جنوده القلعه بسرعه علشان يحميهم. فالجنود البرتغاليين بيتحركوا وبيحاولوا يفتحوا باب القلعه، لكن كونيالي بيضرب عليهم سهام من كل مكان ومش قادرين يفتحوا الباب، وبيولعوا في الجنود اللي بتحاول تفتحه. لكن الملك بتاع كولاثيري بيخون كونيالي وبيخلي جنوده يفتحوا البوابه للبرتغاليين، وبيدخلوا القلعه. وكونيالي بيتفاجئ من اللي حصل وبيحاول يدافع عن القلعه بتاعته، وبيبارز مانجتشان وبيوقعه على الارض، لكن كولاثيري بيضرب كونيالي بالرصاص في بطنه. فماركاري بيهجم على اشو مفكره هو اللي خانه، لكن اشو قال له ان الملك بتاعي هو اللي خانه، انا ما كنتش اعرف باللي هيحصل ده، وبيطلب من ماركاري ياخد كونيالي ويهرب. فماركاري بيشيل كونيالي وبيهرب بيه. بعد كده كونيالي بيفوق وتعالج من جروحه، وبيفضل قاعد بجنوده في الجبل، وبيهجم على البضائع اللي بينقلها البرتغاليين وبياخدها، وبيقعد يقتل في الجنود البرتغاليين. بعدها ملك البرتغال بيجتمع بالوزراء وبيقرر ان هو يعدم الاسرى اللي معاه، وبيقتل واحد من الوزراء بتوعه علشان عارض قراره. وكونيالي بيعرف باللي حصل وبيزعل جدا على الاسرى اللي ماتوا. بعد كده كونيالي بيدخل القصر وبيهجم على الملك وبيضربه وبياخده وبيخرج من القصر، ومحدش من الحراس قدر يوقفه. بعد كده كونيالي بيروح لاشو علشان عايز يقتله، مفكره يعني ان هو اللي خانه، لكن اشو قال له ان الملك بتاعي هو اللي خانك وضحك عليك، انا ماليش اي علاقه. فكونيالي بيطلب منه يوصل رساله للامبراطور ان هو محتاج يقابله بدون حراس علشان يتفاوض معاه. بعدها كونيالي بيروح لزبيده وبيعرفها على اللي هو هيعمله، لكن زبيده بتخونه وبتروح لمانجتشان وبتبلغه بمكان كونيالي، وبتعمل كل ده علشان تنتقم لجوزها جعفر علشان مفكره ان كونيالي هو السبب في موته. بعدها الامبراطور بيخرج الاسرى اللي في السجن علشان كونيالي يسلمه الملك البرتغالي. بعد كده كونيالي بيروح لزبيده علشان يودعها وبيودع ابنها عبدول، لكن بيشوف الخنجر فافتكر ان هي اللي كانت عايزه تقتله وهو في الخيمه بتاعته، فقال لها ان جعفر جوزها هو اللي تسبب في موت نفسه، انا مش السبب في موته، وسابها ومشي. فحست بالذنب وجريت علشان تنبهه، لكن ما لحقتهوش. وبيوصل للمكان اللي فيه الامبراطور وبيسلمه الملك، لكن بيهجموا عليه من كل مكان وبيضربوه بالنار وبيمسكوا كونيالي علشان يعدموه. والملك البرتغالي بيطلب منه يعتذر له مقابل ان هو ما يعدمهوش، لكن كونيالي رفض وبصق على وشه وقرر يموت بشرف، وبيعدموا كونيالي وبيموت بشرف، وبيخلص في المنى على كده.